أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن حرب غزة هي الأكبر أو هي أكبر أزمة دبلوماسية تواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال فترة رئاسته. وأوضحت الصحيفة أن 20 موظفا بالبيت الأبيض اجتمعوا مع بايدن لمعرفة استراتيجية الإدارة للحد من عدد القتلى المدنيين خلال الصراع ورؤيتها لما بعد الحرب في المنطقة. وقال كبار المسؤولين إن الصراع على الأراضي الفلسطينية أضر بمكانة الولايات المتحدة عالمياً.